وللتعليق على تداعيات مقتل قاسم سليماني والتقارير التي أوردتها بعض الصحف الأمريكية عن نية إيران للانتقام، معنا عبر الخط الهاتفي من عمان الأستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام، حياكم الله. عندما نضع تصريحات زعيم ميليشيا العصائب بشعوره بالندم على تأخير الثأر لقاسم سليماني والتسريبات الأمريكية الإعلامية التي تتحدث عن احتمال تنفيذ إيران لعملية ثأرية لسليماني، هل تتوقع أن تقوم إيران بعمل انتقامي ردا على مقتل قائد فيلق القدس في الذكرى الأولى لمقتله؟ من المعلوم تماما أن إيران حقيقة لم تستطع الرد على الولايات المتحدة الأمريكية في الوهلة الأولى التي جرى فيها عملية اغتيال المجرم قاسم سليماني ومن معه في الحادثة الشهيرة، وبالتالي اعترفوا بها الأمريكان صراحة بأنهم من قصفوا وقتلوا قاسم سليماني. لم تستطع لا قيس الخزعلي ولا الميليشيات المرتبطة بإيران ولا حتى فيلق القدس أن ينتقم لمسؤولهم، أو أن إيران استطاعت أن تفعل شيئا من اغتيال أو عملية يمكن أن تكون واضحة أنها رد واضح مباشر باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إلى الآن تريد استخدام الأراضي العراقية لكل تهديداتها من أجل تحسين مبدأ التفاوض على ملفها النووي، وهي تعلم أن هذه الفرصة أو هذا الشهر هو نهاية الولاية ترامب لتسليمه إلى بايدن، وبالتالي هي فترة حرجة لا يمكن اتخاذ بها قرارات من قبل الإدارة الأمريكية، لذلك هي تصعد بهذا الإطار، وحتى إن فعلت شيئا فهي مجرد حقيقة يعني أفعال روتينية لا ترقى إلى المستوى الرد. يعني الرد الحقيقي عندما يتم استهداف لقائد أمريكي أو منشأة أمريكية حقيقية يتم من خلالها أن يكون هناك فعلا واضحة، لكن إيران لم تستطع، فكيف يمكن لها أن تكون بعد مرور عام كامل تستطيع أنها تنتقم أو أنها تفعل شيء بعدما أن حقيقة الأمريكان مرغلوا أنوفهم بالتراب باغتيال قاسم سليماني؟ نعم، طيب إذا كانت إيران بحسب التسريبات الأمريكية هي من ستنفذ عملية ثأر لمقتل سليماني، لماذا يندم الخزعلي وتندم الميليشيات على تأخر تلك العملية؟ هل تتوقع أن تكون الميليشيات هي رأس الحربة في هذه العملية على سبيل المثال؟ من المعلوم أن قاسم سليماني هو من بنى هذه الميليشيات، وتبعية هذه الميليشيات من قيس الخزعلي إلى ميليشيات حزب الله العراقية والنجباء وغيرها من ميليشيات الحشد الشعبي هي نتاج واضح تماما لأحد أفرع الحرس الثوري الإيراني، وقد اعترف حسن نصر الله مؤخرا أن الحرس الثوري الإيراني هو من أنشأ الحشد الشعبي في العراق، لذلك حقيقة بالتأكيد هم لا يريدون أن تكون على الأراضي الإيرانية أي إيذاءات لهم، وبالتالي هم يحاولون إرباك المشهد داخل العراق، وبالتالي تكون حرب الوكالات داخل بلد ثاني يبعد شبح أي خطر عن إيران، ولذلك رأس الحرب التي تستخدمها إيران من خلال الضباط الذين يديرون ميليشيات الحشد واللبنانيين من حزب الله الذين ينسقون ويدربون لهذه الميليشيات هم من يدفع بهؤلاء، وبالتالي تصريحات الخزعلي وغيره من هذه الميليشيات تندرج بأنهم وكلاء للحرس الثوري الإيراني، وبالتالي يصرحون لأنهم يحركونهم كريموت كترو، يعني بالتالي هؤلاء حقيقة هم مجندين للنظام الإيراني، لذلك شيء طبيعي أنهم يصرحون ويهددون وأنهم يريدون أن يكونون رأس الحربة، لأنه هكذا أي عميل يمكن أن ينفذ قرارات أسياده فأنه لا يأبه للوطن الذي عاش فيه أو أنه يدعي انتماءه إليه أو أنه يستخدمه في الحكم، لأنه حقيقة هم لا يعترفون بالعراق ولا بسيادته، لو كانوا كذلك لما كانوا عبيدا لإيران، لذلك هم يريدون أن تكون هناك عملية داخل العراق لإرباك المشهد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تكون الأمور كلها داخل العراق في حرب وكالات بعيدة عن إيران، وهذا ما تريده إيران من إرباك الساحة خارج أراضيها. إذا كان الأمر كذلك أستاذ عبد القادر، بماذا تفسر ما أوردته مصادر صحفية وتسريبات من أن زعماء الميليشيات غادروا العراق باتجاه إيران خوفا من ضربة أمريكية؟
لأن هؤلاء جبناء، هؤلاء وأنت تعلم تماما ويعلم العراقيون وكل المشاهدين أن هؤلاء حتى عندما يصرحون بأسمائهم كانوا يصرحون بأسماء وهمية، كأبو علي العسكري عندما يهدد رئيس وزراء أو غيره يهددون بأسماء، لأنهم جبناء يدفعون فقط بهؤلاء الشباب وبالمغرر بهم، وبالتالي يريدون حرق الساحة العراقية، وإلا ليس فقط هروبهم إلى إيران، إنما أموالهم ليست في العراق وعوائلهم منذ وقت مبكر ليسوا في العراق، لذلك هم فقط يريدون حرق هذا البلد وهم بعيدين في منأى عن ما يحدث، لذلك هم هربوا بهذا الإطار لأنهم يعلمون تماما أنهم ليسوا فقط إلا أبواق يدفعون بالفتنة داخل العراق ويجندون لصالح إيران، وبالتالي هؤلاء المجندين يخدمون الحرس الثوري الإيراني وهؤلاء يهربون خارج ساحة المنازلة، وإلا لو كانوا شجعان لقات يعني قادوا كل عملية المواجهة. ولذلك حقيقة عندما رأى أهالي بابل والمناطق المجاورة الصواريخ الإيرانية التي حملتها شاحنات طويلة ودخلت إلى جرف الصخر وهي صواريخ آرش متوسطة المدى، يعلمون تماما فقط أن 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 ما يحدث هو عملية استخدام الأراضي العراقية لهذه الميليشيات، لذلك هم يدفعون باتجاه أن تكون الأراضي العراقية لصالح إيران، وهم يتنعمون خارج كل أطر المواجهة العسكرية وغيرها. إذن هم أبواق لإيران فقط، ولذلك ما يفسر هروبهم هو الجبن الواضح تماما، وأنهم فقط كاذبون بادعاءاتهم أنهم حتى مع إيران فقط يبحثون عن مصالحهم، لأن إيران من دعمتهم وإيران من قوتهم وبالتالي مكنتهم على رقاب العراقيين لقتل العراقيين وسرقة أموالهم. في دقيقة واحدة لو سمحت، فيما لو أقدمت إيران على الانتقام سواء من خلال ميليشياتها أو بطريقة أخرى، ما توقعك لشكل الانتقام الذي يمكن أن تقدم عليه؟ من المعلوم أنها ستبدأ بعملية قصف قواعد، ليس إلا لن تفعل إيران سوى قصف قواعد عسكرية، ربما إذا انطلقت من جرف الصخر فإن أقرب قاعدة ستكون لها قاعدة عين الأسد غرب الأنبار، وبالتالي ربما سيضربون أهداف نفطية داخل المملكة العربية السعودية بهذا الإطار فقط، وربما سفن ناقلة للنفط داخل الخليج العربي، هذه حدود الإيرانيون بهذا الإطار، وهم كما أسلفت لك يعني لأن الفترة حرجة في الولايات المتحدة لذلك يريدون حفظ ماء وجوههم بهذا الإطار، وإرباك الساحة لإبعاد مسألة قصف إيران، لأن هناك حراكا بهذا الإطار وهناك عمليات كثيرة، ربما صراعا واضحا على النفوذ المنطقة وما يجري من عمليات تطبيع، فإسرائيل أيضا تريد أن تعود إيران لانتهاء مهمتها من خلال دفع الأنظمة العربية للتطبيع مع إسرائيل. أشكرك جزيلا الأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي عبر الخط الهاتفي من عمان.